السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم من جديد في قناه نسخين ستا، وفيديو جديد فيه بعض الديكورات وبعض الاكسسوارات وبعض الاشياء السيل ديال باري اللي هي جميله جدا وغتنال الاعجاب ديالكم من اوشون. فتبعوا معايا الفيديو. المرايات هادو كاينين، هادو لي مربعين بحال هكا، كاينين هاد المربعين وهم بزاف الأشكال، كاينين هاد المدورين. كيما هاد الكوافير هنا كاين فيهم الالوان، كاين فيهم الذهبي، كاين هذا الفضي بحال هكا، وكاين هذا اللون هذا احمر. وكاين هاد الصغيورين فيهم هاد الحجيرات زويونين هاد. زوينين عجبتني انا هادي، فيها الحجارات في الازرق، في الزرق وفي الاحمر. وكاين هاد لي توغافيلات صغيورين هادو العاديين، كاين هاد المتوسطين هادو كيف الاحجام يعني، صغيورين هادو بزاف، كاين متوسطين وكاين هاد الكبار هادو، وكاين هاد الكبار عاوتاني دايرين بحال هكا الكبار هادو، كتحطو ديكور. هما هنايا كاينين بالألوان، هما كاينين بالألوان هنايا. بالنسبة للأثمنة، أثمنة اللي هي شوية طالعة واحد شوية، حيت هنا كيجيو بزاف ديال لي توريست فهاد سونتر كوميرسيال، وهاد أوشون داكشي باش هاد أوشون جايبين هادشي ديال باري، هادشي هدا. والأثمنة شي شوية طالعة، بحال دابا هاد لا توغ إيفيل صغيورة بحال هكا بتخوا زيرو سيكونت، بحال دابا هادو صغيورين بحال هكا 8 أورو. الأثمنة أنا بالنسبة لي طالعة، يعني أثمنة طالعة شوية، هي مناسبة ولكن طالعة. هنايا غادي نقول لكم بان احسن حاجه هي انكم تشريو لي توغافير من هذوك اللي كيكونوا واحد المهاجرين يعني افريقيين، وداك الشيء تيكونوا تيبيعوا حدا لا توغافير في سونتر باري، وتما تقدروا تشريوهم بثمن اللي وجد مناسب، انغو دوغو كبارين والاشكال الانواع، وكيكونوا رخاص باثمان اللي جد مناسبه. اما هذو فكيغليو، ولكن الا كنتو باغيين يعني تشريو على خاطركم يعني وتختاروا الاشكال اللي بغيتوا، فهنا كاين بزاف ديال الاختيارات والاشكال والالوان. المهم هذوك اللي كيكونوا كيبيعوهم حضاره غفال في سونتر باري يعني اون جينيرال، تيكونوا خاصه في الاماكن السياحيه بحال حضاره غفال حدا داك، يعني دوك الاماكن تيكونوا كيتباعوا بزاف دوك المهاجرين، وفعلا تيكونوا محتاجين يعني الفلوس، بحال يعني بحال كتعاونوهم في نفس الوقت، يعني كتشريو هاد لا توغ إيفيل مثلا وبحال كتعاونوهم كتشريو من عندهم، لان تيكونوا هذاك هو باش كيخدموا على راسهم، هذاك الشيء باش كيترزقوا الله يعني، فقط بداك بهذا الشيء هذا تيكونوا كيبيعوه، تيفرشوا في الارض وتيبيعوا هذا الشيء، اولا كيضروا به، وتيكون الاثمنه ديالهم اللي هي جد مناسبه بحال هكا، يعني بحال هذا الشيء هاد لي توغ إيفيل بحال هذا الشكل، هاد الديكورات بثمن اللي هو جد مناسب. هنايا غندوزو لحاجة أخرى، وهو هاد الباكية هادي اللي فيها جوج طبيصلات وفيها جوج ديال الفناجين ديال القهوة صغيورين، هاد الفناجين تيبانو كبار لكن هما صغيورين بزاف، وهذا هو السيل ديال هاد
الاسواق اللي كاين هنا في هذا الستيل ديال باري بحال هكا، في داكشي ديال الفاشن زعما بحال هكا، يعني زوين بزاف. تقدروا تعطيوه مثلا كادو، تقدروا تعطيوه كادو مثلا او لا تشريوه ليكم، ولكن الثمن اللي هو 9 يورو. طبيعه الحال هادشي اللي تيكون بحال هاد لي ستيل هادو ديال باري وهادشي هذا كيكون الثمن ديالهم شويه طالع، يعني هاد الباكيه هادي كدير 9 يورو، الثمن اللي هو 9 يورو. راه تجيب زعما بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال الطباسل وبزاف ديال ولكن يعني المهم هذا هو الثمن ديالهم. انا كما قلت لكم يعني عارف ان هما لي توريست كيجيو كيشريو من هنا، باش دايرين الاثمنه شي شويه لا باس بها وصافي، ما رخيصاش وماشي شي غلا زعما، يعني ثمن مناسب متوسط. كاين هذا السيل هذا كما كتشوفوا، ماكارون دو باري، يعني هاد الماكارون هادو ديال باري بحال هكا، يعني كاين دي بزاف ديال مبكيات اللي هما تيليقوا ككادويات ولا كيليقوا ك ليكم نتوما مثلا، يعني مثلا تشريهم ليكم يعني بحال هكا. كاين هاد السيل هذا مثلا، وهكذا. المهم كاين هاد التشكيله الثمن ديالهم اللي هو 9 يورو، وكاينين هادو هادو اللي دايرين كبحال هكا. السيل هذا زعما ديال باري، ب6 يورو. كاين هاد الكبار هادو ديرهم بحال هكا، يعني كيجي هاد المنظر. كاين هاد الكبار انتما كتشوفو، يعني السيل ديالو كيفاش داير زوين فن. في يعني معالم تاريخية ديال باري كاينة الداخل، وبحال هكا يعني ديكور، وفي هاد الديكور هاد الرسم هذا. بالنسبه لهذا الثمن ديالو، هاد الكبار هادو الثمن ديالهم 14 يورو، 14 يورو. ثم الان غندوز لواحد الحاجه اخرى، وهي هاد الدجاجات هادو. هاد لي بلونش ا ديكوبي اللي كت لي بلونش ديال الكوزينه، هكا ستيل ديال باري زوينين بحال هكا. هادو ديال الدجاج، هاد الستيل هذا ديال باري كي بحال هكا. كاين بزاف ديال الاشكال، كاين هاد الستيل هذا، كاين هاد السيل، المهم هادو لي بلونش علاش كتقطعو يعني الماكلة ديالكم في الكوزينة. هاد لي ستيل هادو ديال باري زوينين بزاف. بالنسبة للثمن كيديرو 7 يورو، ثمن زوين مناسب، واخا هما مكبارين شي صغيورين، ولكن هاد السيل ديالهم زوين. هما كاين هاد لي بلونش هادو، هادي على شكل دائرة صغيورة كي بحال هكا. هما هادو، هما كاينين بزاف الأشكال كيف ما كتشوف، على شكل دائرة. هادي زويونة هادي، يعني زوينين غزالين فنين هاد لي بلونش هادو.
كيتيلوقوا كما قلت لكم كادويات، يعني كتقدروا تعطيوهم كهديه اولا كتشريوهم يعني للدار ديالكم المنزل ديالكم. وهنايا لتحت كاين هاد العلب هادو ديال القصدير ديال الكوزينه، يعني ديال الكويزين اللي كتخبعوا فيهم لي غاطو لي بسكوي الى اخره. الثمن ديالهم 5 يورو، ما كبارش صغيورين ب 5 يورو، المهم ثمن متوسط. حيت كاينين اللي كيبحال هادو كيديروا غير 2 يورو، لكن هاد الجهه شويه زايده حيت فيها داك السيل ديال باري. هذا هو الشكل ديالها، يعني زوين بزاف فن. هادوك خاص تخبعوا فيهم الحلويات في المنزل ديالكم في الكوزينه. يعني غزالين فنين، ديروا فيهم الحلويات، ديروا فيهم الكاطو، ديروا فيهم السكر، تخبعوا فيه السكر هنايا لو سوكري، يعني سميتو ديروا، يعني بزاف كاين ديال الاشياء اللي كتكون في لاكويزين كامله كتقدروا تخبعوها في هذه العلب. هذه كاين بحالها اللي كتقدروا تخبعوا فيها هذه لي ساشي ديال الاتاي مثلا، كتكون مصوره فيها اتاي. المهم بحال هكا يعني اصلحوا الكوزينه كوم رونجمون. كاين هذه ديال الحلوه كيف ما كتشوفوا، كاين هاد لي تيشيرت هادو اللي فيهم اي لوف يو باري، اي لوف باري كما كتشوفو، اي لوف باري. المهم دي بيل عاديين هادو كيديرو 12 اورو. دي كاسكيت بالنسبة يعني الدراري او الرجال فيها باري هاكا. وكاين هاد ستيل تاهو ديال باري، لكن ستيل واحد اخر مخالف على داك ستيل لاخر بحال هاكا. بلاطويات صغورين الثمن ديالهم 6 اورو، غالي لان 6 اورو تجيب لك 3 ديال البلاطويات كبارين. ولكن كيف ما قلت لكم هذا ستيل زعما ديال باغي، وهاد لي غايو هنايا ديال باغي ديال لي سوفينير وداك الشيء تيكونوا زايدين واحد الشيء في الثمن. كيسان هادو هاد الكاس هذا كبير داير بحال شي زلافه ب 10 اورو. هادو راه ديال الدار، هذا السيل يعني ماشي ديال الدراري الصغار حيت مرسوم فيهم الرسوم. هذا راه ديال الكوزينه، يعني هذا السيل زوينين فنين ديال القهوه، فيها هاد الشونزيليزي هنا مخشيه لداخل. ديكور غزال فن كما كتشوفوا، لا فيل ديال باري والداخل كاينه شونزيليزي. الثمن اللي هو 4 اورو. كاين هذا عاوتاني، الشكل ديالو كيفاش داير غزال فن. كاين هاد الكيسان هادو ماشي جاج، هذا داك النوع اللي كي بلاستيك تيبان بحال الجاج ولكن ماشي جاج. ستيل شحال فن غزال. هادو لا هادو زاج، هادو جاج كامل. هاد البلاطو هذا غزال، كتشريو مثلا مع الكاس ديالهم، هو نفس الرسم اللي كاين في الكاس هو اللي كاين في هاد البلاطو. الشكل هذا خزاني فنين ب 5 اورو. وعندو هادي ديالو ديال الفران، هاد الكون هادي نتاع ديال الفران بحالو اسورتي. وكاين هادي ديال الطبله، هادو ديال لاطابل حتى هما اسورتي. ثم غيون اخر، واحد جهه اخرى فيها
حركه. هذه شنو هذه؟ اسيت بيتيت. هذا يطبس صغور. هذا طبس لا صغورين دايرين كي بحال هكا زوينين فني 5 يورو. ثم هنايا هنا دي ميغوار مرايات. هذه مرايا هذا ستيل ديال باري لكن الثمن ديالها 5 يورو. وانا في واحد الفيديو يعني الا كنتو شفتو واحد الفيديو سبق ودرتو على القناه ديالي ديال المشتريات، فيديو خاص بالمشتريات، وكنت وريت فيه واحد المرايا كنت شريتها بحال هذه يعني فوتوكوبي، فقط هي فيها وريضات. هنايا في الرسم كاين وريضات، ما كاينش ماشي ستيل باغي، مي فيها وريضات، لكن نفس يعني الشكل تماما. شريتها من هذاك المارشي اللي كتكون بانورو، يعني هادو كاينين بانورو في المارشي، انورو هنايا كيبيعون ب 5 يورو. هادشي علاش قلت لكم داك المارشي فيه بزاف الاشياء اللي هي زوينه ورخيصه بزاف. هادو كنت شريتهم بانورو وهنايا كيديروا 5 يورو فقط، لان مرسوم فيهم هاد ستيل باغي. وهاد ستيل باغي كاين حتى في داك المارشي اللي قلت لكم، راه كاين فيهم هاد ستيل باغي حتى ما تيتباعوا. كاين وريضات، كاين بزاف ديال الرسومات، وكاين حتى هاد ستيل باغي كيتباع الثمن ديالهم فقط بانورو. مرايات اللي كتحلو، فيها مرايا اللي هي مكبره ومرايا اللي هي عاديه، زوينين فنيين يعني. سبق وشريت وحده يعني زوينين صراحه، اي ما خصهمش يطيحوا، لا طاحوا يعني فخاجيل بزاف يقدروا يتهرسوا دغيا. وكاينين هادو تا هما مرايات على شكل مربع، وكاينين هادو يعني طفايات كنظن. هاكا دايرين كاين هاد الكيسان هذا ديال الشمع. هاد البوبوي ما تكون حطاه هنايا، فهنايا عاوتاني كاين هاد الشيء هادو ديال ليلينات، هادو النظارات بالستيل ديال باغي هكا. هكا دايره من الداخل، فيها بزاف ديال هاد النظاظر بالستيل ديال باغي، الثمن ديالهم 6 يورو. كاينين هاد البزيط مات هادو، الثمن ديالهم 7 يورو. كاين اشكال، كاين هاد الشكل هذا نفس الستيل غير الالوان اللي مبدله. ثم هادو نيت النظارات في هاد نواغي بلون هكا، الابيض والاسود. هنا كاين بكيات بحال هكا ديال كيف ما قلت لكم، اللي تقدروا تعطيهم كادو او تشريهم لراسكم البيت او الكوزينه ديالكم. هاد الفنجانين بهذا الشكل هذا ديكور بحال هكا جوج، ستيل ديال باري بثمن 8 يورو. كاين صغيورين بزاف، كاين كبر منهم بحال هكا. كاين فنجان كبير بحال هكا زويون، بكيه فيها فنجان واحد. هكا كاين فناجين ديال القهوه او الحليب اللي هو شوكولا ولا المهم. كاين صغيورين، وهنا كاينين هادو ديال الفران باش يعني ديك اليد ديال الفران، ديك الصبائيه ديال الفران مع داك الزيف ديالها كاغي. كاين هاد السيل هذا دباغي، كاين مختلفين يعني الرسومات مختلفين، كاين الشكل هذا، كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل هذا. هنا هاد الشكل،
كاين هاد السيرويات بحال هكا. ثمن 6 اورو. لا ماشي 6 اورو، ماشي الثمن ديالهم. المهم كاين هاد السيلو هذا، هنا كاينين هادو ديال الحلوى بهذا الشكل، هذا ديال بحال هكا على شكل توغفيل، على شكل وكاينين هادو غزالين فنيين، هادو كما كتشوفوا طابلي ديال طابلي طابليات فواطات ديال الكوزينه فنيين غزالين. كاين هاد السيل هذا، كاين هاد السيل هذا، بحال هكا كاين يعني بزاف ديال الشكيلات. هذا الشكل كيف ما كتشوف هاد السيل هذا ديال البريد زعما ديال داكشي ديال غزالين فنيين زعما زوينين بزاف، تيستاهلو الثمن ديالهم. ما عرفتش شحال كيدير الثمن، انا عاد نشوف. كاين هاد السيل هذا، بالنسبة للثمن شتو كاع مكتوب، ما كاينش كاع الثمن هنايا. كنظن يكونوا شي 8 اورو ولا 10 اورو، يعني ما يفوتوش 10 اورو. وهنا كاينين هاد الشيء هذا بورت كليات، هنا كاين دي بلاطو صغورين. شحال فن هاد البلاطو غزال، هاد الرسم هذا عجبني بزاف. هذا تا هو فن. خلاص هادو اللي كيدارو في الطبلة. وهنا ديكار بوستال، هكا دي كارت بوستال زوينين. هنا كاين دوك لي كارت بوستال لي تيكونو عاديين سامبل بزاف، تيكونو ماشي زعما ماشي شي حاجة، غير دي كارت بوستال سامبل. غرومير اون نور، يعني لي كارت بوستال لي جادة، يعني كارت بوستال اللي بغى يشريها لجداتو، يعني كانت تعرف تقرا مثلا. هلاكا
lorsque je pense à toi. ما كتشوفو ديال جدة، الله يخلي لنا يعني جداتنا، الله يخلي لكم جداتكم وامهاتكم وعائلاتكم. و هكا aujourd'hui vous célébrez vos 80 ans. هذا ديال اللي فيهم يعني السن، بالنسبه اللي غادي يدير 30 عام مثلا، بالنسبه اللي غادي يدير 20 عام. المهم بحال هكا على حساب نتوما لا سيتوياسيون داك الاشخاص اللي غتصيفط لهم داك الكارت بوستال. الكارت بوستال زوينين فني. الداخل اللي بغيتو تكتبوا فيهم، وفيها فيها لا ليتر ديالها، فيها داك لونفلوب. هذه بالثوب غزاله، هذه بالثوب مطروزه، يعني مطروزه هذه مخدومه، هذه ديال الثوب. هذا غشاء هذا بالثوب مطروز، يعني فريمون داكشي فن غزال. هذه كارت بوستا زوينين بزاف. كاينين هنايا السكن هادو في جهه اخرى. السكن هادو زوينين كبارين، هو تنظن ان التوب خايب، يعني مثلا ملي كيتوسخ نورمالمون تدخلو الماكينه وتصبنوه، اولا بلا ماكينه المهم تتصبن. ولكن انا سبقو كان عندي واحد الساك بحال هكا، يعني ديال التقديه بنفس التوب، وني صبنتو يعني التوب ديالو التوب ولا خايب ومكمش. دونك تنخاف انا من هذا النوع ديال السكن، هذا التوب هذا، لانهم كيكونوا زوينين ولكن غير تيتصبنوا تيتصبنوا ونشفوا صافي تيتكمشوا. ملي كتجي حتى فاش جيت نغوباسيه ما لاقش كاع التحداد، يعني خساب. دونك هذا هو المشكل، هو التوب هذا ما عندي حتى خوف منه. كاينين هاد البزيط مات هادو، هلا كغزيو لي فني 5 أورو 90. كاين هادو بسنسلة، كاين هاد لي تخوس هادو تا هما نفس هاد التوب هادا. لا هادا عندهم هاد التوب واحد آخر مخالف شوية عليه. وكاين هاد المدولة هادا تا هما ستيل ديال باغي، مدولة زوينين فني ستيل ديال باغي. كاين هاد لي ساك هادو الثمن ديالو كيدير 13 أورو. انا سبق وشريت بحال هاد الشكل، تا هو ستيل ديال باغي بحال هكا، راه سبق ودرتو وريتو فواحد الفيديو، شريتو من بابو فقط بشي 4 أورو ولا 5 أورو. بحال هاد الشكل تماما، تا هو ستيل ديال باغي بحال هاد الرسم هذا، فقط من بابو ب 4 أورو ولا 5 أورو. هما اوشون اثمنه ماشي غاليه، ولكن هاد الجهه هادي ديال هادشي ديال السيل ديال باغي اللي غاليين شي شويه، حيت عارفين بان فقط لي توريست اللي كيجيو يشريو من هنايا. ملي تنقول لي توريست، علاش نقول لي توريست؟ حيت هاد اوشون اللي انا فيها كاينه قريبه لديزني لاند، وفيها بزاف ديال لي توريست كيجيو هنا لاوشون، لهاد السونتر كوميرسيال اللي حدا حدا ديزني لاند. هادشي ديال لي كادو، كاين هنا لي بابي كادو، وهنا لي ساشي ديال لي كادو بحال هكا ديال تي ساشي.
هنا دي غران ساشي باش الا شريتو شي حاجه ليكم او كادو الهديه ديال العائله ديالكم ولا شي حاجه كديرهم في هاد لي ساشي. الاثمنه ديالهم كتكون عاديه يعني مناسبه. كاين هادشي الخاص بالاطفال دي ساشي للاطفال الا كنتو دايرين هدية للاطفال ديالكم ولا شي حاجه. كاين ديال الاطفال وكاين ديال لي سامبل ديال الكبار. المهم كاين هادو تا هما تيتباعو بحال هكا باش تلصقوهم هكا في لي ساشي ولا في الكادو ولا شي حاجه كيتباعو. ها هو الثمن ديالهم هو كود 900 ما فيش الثمن يعني الثمن ها كود ناف كود 900 كيدير 1.25 سنتيم 1.25 يعني هذه صغيره كدير 1.25 نورمالمون تكون. المهم كاينه السين تاع هذه بحال هكا هما كاين الالوان كاين هذه كاين في الزرق. كاين في هاد الذهبي كاين لي ساشي صغيرين بحال هكا كيكون الاثمنه تاع ديري اثمنه هنا ديال كل حاجه. نورمالمون هادشي ما تيكونش غالي بزاف. عندي ساشي شحال زوينين يعني هادشي شي اكسسوار ولا شي حاجه كديرو تما